احمد نبيل كوكا قادر على تعويض امام عاشور في منتخب مصر؟ هو احمد نبيل بيلعب رقم 6 وامام بيلعب رقم 8، دورهم مختلف تماما عن بعضهم. يعني احمد نبيل اعتقد ان هو قريب من مروان، من ستايل مروان، فدوره هيبقى مختلف تماما عن دور امام عاشور. لا هو امام لاعب كبير، بس كوكا لسه ما خدش خبره. هو لاعب كبير قوي بس لسه عاوز خبره لسه، وامام لاعب كبير يعني بس هو انصاب للاسف يعني في ماتش الاسماعيلي، والاصابه لسه هتاخد فتره شويه يعني. بصراحه ما اعتقدش، عشان انا شايف ان كوكا بيلعب نص ملعب دفاعي وامام عاشور بيلعب نص ملعب هجومي، فانا مش شايف صراحه ان هو ممكن يقدر يعوض المكان بتاعه، وكوكا لسه صغير بصراحه ومش ما عندوش الخبره الكافيه زي امام عاشور. والله انا شايف ان هو صعب جدا ان هو توفيل الجاب بتاع امام عاشور. نعم هو بيلعب في نفس المركز وكل حاجه، بس هو صغر سنه، ممكن ما يكونش والخبرات برضه بينقصوا بعض الخبرات. امام عاشور راجل متمرس اكتر منه، لعب في المركز ده من فتره كبيره، بقاله فتره كبيره، امكانياته ممكن تكون اعلى شويه من كوكا. لا بصراحه هو برضه امام عنده مهارات وكده، بس كوكا مش هيقدر طبعا يوصل لمستوى امام عاشور ده دلوقتي على الاقل برضه. لا هو كوكا لسه يعني لسه ما خدش خبره زي امام يعني، وامام يا لاعب في انديه لسه كبيره يعني، راح الدنمارك وسافر يعني وعرف، بس الاصابه كوكا مش لسه مش عارف اعوض يعني لسه.